بعد أن كانت هذه القاعة تغص بالمواطنين الراغبين في التلقيح خلال الأشهر الماضية، تضاءل العدد حتى صارت جل المقاعد فارغة. معدل تلقيح يومي بهذا المركز بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لا يتجاوز 200، بعد أن كان في السابق يقارب 1300. عزوف عن التلقيح يضع المشككين في مواجهة مباشرة مع فيروس كورونا ومتحوراته. باش نحمي نفسي ونحمي الناس اللي هم قرب ليا، لهذا خصني الانسان كل جميع الناس اللي كاين في هذا المجتمع ديالنا اللي عايشين فيه خص كلهم يتلقحوا. كل الناس في هذا الوطن ديالنا احنا الوطن المغرب خصنا كلنا نتلقحوا باش نحميو نفسنا ونحميو الناس اللي معانا. مالغري ما فورماسيون وما دي فورماسيون حنا في واحد الفخنه راسي عندي دابا ان روتار دو 4 موا. نقول لك بان درت الجرعه ديال الثانيه دوبي مارس ودابا حنا تقريبا هنا في المواتوز جي براتيكمون دونك ان روتار دو بليزيور موا. السبب ديالو وهذا التاخير يعني هذا التشويش انا جو ان بو روغريتي ملي تعطلت وكنطلب المواطنين وانا منهم الاول يعني اوسي كومونسي نفسي بعد قبل كل شيء الانسان يعني بادر يرجع الثالثه ونطلب الله السلامه. نتمنى الناس كاملين كيف ما كانوا يمشيوا يديروا الجرعه الاولى والثانيه والثالثه، لان هذا الوباء هذا راه صعيب بزاف بزاف بزاف. منين تنسمعوا مثلا في الولايات المتحده وسط تعداو 200 الف في 24 ساعه، يعني السكان ديال مدينه متوسطه باتمها في 24 ساعه تقاسوا بهذا الوباء. وتنسمعوا فرنسا تعداو 150 الف، وتنسمعوا في الانجليز خلاص ما عرفتش شحال قربوا حتى هما شي 200 الف في 24 ساعه. المسائل ولات صعيبه بزاف. للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحسب المختصين دور بالغ في تعزيز المناعة، مناعة المواطن في أشد الحاجة إليها بالنظر للتحديات التي تطرحها المتحورات وعلى رأسها متحور أوميكرون. دابا هادي أكثر من سنة وحنا كنلقحوا في الناس ديال المستشفى والناس اللي تيجوا من برا، والحمد لله ما وقعنا حتى شي حالة ديال شي مضاعفات خطيرة ولا شي. كنسمعوا حتى حنا بحال الناس في داك الشيء في فيسبوك وداك الشيء، الناس كيقول لك راه وقعت لهم، ولكن الحمد لله مازال ما شفنا حتى شي حاجه. واللي كنقدر نقول لهم المؤكد هو الناس اللي خداو الجرعه الثالثه، الناس عندهم واحد الحمايه كافيه باش كتحميهم ضد هذاك المضاعفات الخطيره تاع الكوفيد. ويأتي قرار تقليص المدة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة إلى 4 أشهر تبعا لتوصية اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، والتي تدخل في إطار جهود التصدي للمتحور الجديد أوميكرون من خلال تسريع عملية التلقيح. هذا القرار تاخذناه باش نعززوا المناعة الناس اللي خداو الجرعة الثانية وفات عليهم أكثر من 4 أشهر، وبالتالي يمكن لنا نبادروا بتعزيز المناعة عند عدد كبير من المواطنين اللي هما في هاد الصيفة، يعني خدازت عليهم 4 شهور باش خداو الجرعة الثانية، باش نتفاداو لا قدر الله انتكاسة أخرى. اللي احنا كيف ما كنشوفوا أوميكرون غادي وكيشيع، هناك بؤر عائلية، هناك عادات في تكاثر، وبالتالي واجب على الناس اللي توصلهم رسالة من 17 ل 17 بأن وصلهم الوقت ديال تعزيز المناعة بالجرعة الثالثة يسارعوا ويديروا الجرعة الثالثة ديالهم، خاصة الناس اللي عندهم هشاشة. ويعتبر تقليص المدة بين آخر جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعة المعززة آلية معتمدة في العديد من بلدان العالم لمواجهة التحديات التي يطرحها متحور أوميكرون عبر رفع مستوى الحماية لدى المواطنين وتفادي إضعاف المنظومة الصحية.